مساء الخير. عليك بالعلم لا تطلب به بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. الأكيد أنه قد ما يتعلم الإنسان وقد ما يزيد معارفه بيكون ربحان عطول الخط، وما بيكون مغبون أبدا، وما بيكون خسر عطول، بل على العكس بيكون هو الرابح الأكبر. العلم غنى وكنز ثمين ما بيفنى، كل شيء بالدنيا قابل أنه يزول إلا العلم، بضل زخر لكل فرد من أفراد المجتمع، وبيبقى المنارة اللي بتهدي وبتوصل على الطريق الأمين. بالبداية خلونا نرحب سوا بمعدل برنامج الأستاذ كمال نخلي. أهلا وسهلا أستاذ كمال. على يميني معنا راهبات البوزانسون بي، ممثلة بالسيدة ميريال أبو جودة. أهلا وسهلا. على شمالي معنا مدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس، ممثلة بالسيدة جنان علي والسيدة فدا غنوم. أهلا وسهلا. نبدأ معكم بوزانسون، بتذكرونا بأساميكم بليز. روبرتو عاد. ميريام كرم. روبير عاد. أهلا وسهلا فيكم. عن جديد معنا مدرسة الإصلاح الإسلامية، فاطمة الزهراء شعبان. جانا زريقة. رنا أكرم العالي. أهلا وسهلا كمان فيكم مرة تانية معنا. بوزانسون، أي رقم نقيته طبعا قبل ما نبدأ الحلقة؟ 55. 55. مدرسة الإصلاح 47. 47. جاهزين للتحدي المرحلة الثانية؟ جاهزين. حاضرين منيح يا بوزانسون؟ رح نبدأ معكم، وأول سؤال بالتاريخ من المرجع الأول. كيف تصرف الفلسطينيون في بعض المناطق في عهد الرئيس حلو؟ يلا معكم 20 ثانية. شو يا روبير؟ عملوا الفلسطينيين مثل مش جيش، مثل ميليشيا مسلحة، وواجهوا فيها الإسرائيلي. شو يا أستاذ كمان؟ يعني ما نحسب لك اياها، فيها وجهة نظر انه اعطيت، ما اعطيت الكلمة مثل ما هي مزبوط، بس كمال عندي الجواب انا. لا خلص، ما عطى الفكرة، الفكرة بحد ذاتها اوكي، انه ميليش يعني شيء غير شرعي. قوة أمنية لبنانية شرعية. يعني ما عطى المتمو، بس عطى الفكرة انه الميليش هي قوة غير شرعية. اوكي. السؤال الأول بتاريخ للمرجع الأول لمدرسة الإصلاح الإسلامية للبنات. في عهد الرئيس حلو أنشئ مجلس تأديبي للقضاة وآخر للموظفين، وهما هيئتان صالحتان لماذا؟ يلا يا صبايا. هما هيئتان صالحتان للإدانة. للإدانة صح، ولا المحاكمة. كمان علمتين لإلكن، برافو يا رنا. السؤال الثاني بالتاريخ للبوزانسون. بعد أزمة بنك انترا اتخذت الحكومة القرارات لتأمين ماذا؟ معكم 20 ثانية لتعطونا الجواب. السؤال الثاني للتاريخ من المرجع الأول. هنشوف إذا هالمرة محضرين البوزانسون مراجع بعد ما تغيرت مراجع زيتها. ايه. هو بالمكسر بنك انترا، فالحاطين المصاري بالبنك رجعوا الحكومة ردت لهم اياهم لانه ما قدر البنك يرد له المصاري. تعويض. إيه عم تعطي بغير طريقة عفاك ترد لهم اياهم حقوقهم. يعني مكسر مصاري. تعويض. هو المودعين في البنك. بهنيك انه منك ليفريسك 100%، بتعطي بتشرح الفكرة عفاك. برافو يا روبير، علمتين لإلكم، صار معكم أربع علامات. السؤال الثاني بالتاريخ لمدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس. كيف تصرف رئيس حلو مع الزعماء السياسيين البارزين؟ يلا يا صبايا، معكم 20 ثانية لتعطونا الجواب. شو يا رنا؟ لم تكن له عداوات مع الزعماء السياسيين البارزين، يعني كان صديقهم. كمان شاطرين يعني بيحلوا، عم يعطوك المعنى مش عم يعطوك المعنى، مش كلمة وكلمة عفاكم. مظبوط يا رنا، باعتدال وتعاون معهم، وتعاون معهم يعني ما كان عنده خصوم، يعني تتعاون. شاطرين بهنيكم، عم تعرفوا تحللوا التاريخ. برافو يا رنا، علمتين لإلكم كمان يعني. صار معكم أربع علمين.
السؤال الثالث بتاريخ للبوزنسون. كيف وصفت الصحافة العالمية الوضع في الأردن قبل أحداث أيلول 1970؟ شو يا ميرا؟ عندك الجواب؟ يلا. وصف الصحافة العالمية الوضع مثل كأنه دولة بدولة، والمواطن الأردني كان لازم يمرق على حاجزين، واحد تابع للملك وواحد تابع للفلسطينية، وكل واحد عنده متطلباته. برافو يا مريم، كمان علامتين لإلكم. صار معكم 6 علامات. عم بيجودوا هالفريقين، بيشرحوا لي زيادة. اليوم عم بيبيضوها البوزنسون، محاضرين منيح. هاتون دارسين وعاملين ريشيرش زيادة، مش صبايا هذيك المرة كانوا محاضرين. ايه. وبعدهم، برافو. مدرسة الإصلاح الإسلامية للبنات. السؤال الثالث بتاريخ. رغم الصعوبات في عهد الرئيس الفرنجية استمر الازدهار حتى أي سنة؟ يلا يا فاطمة. نيسان 1975. برافو يا فاطمة، علامتين لإلكن، صار معكم كمان 6 علامات. هون استطرادا لهالسؤال، بعهد الرئيس الفرنجية سنة 73 و74 صارت أغلى متر أرض، أغلى متر أرض بكل العالم العربي كان بشارع الحمراء، قد ما صار في ازدهار، مش بلبنان، بكل العالم العربي، بشارع الحمراء بالذات، كان أغلى متر أرض. منتابع مع البوزنسون، وأول سؤال بالأدب والجغرافيا اللبناني. شاعر وقاص مواليد 1937، له رواية الأخضر واليابس، ونشر بالإنجليزية رواية عنوانها الهجرة الأخيرة، من هو؟ ما في جواب. ما في جواب. صبايا. نعم الحاج. لا. لا. الجواب هو جاد الحاج. منتبع مع مدرسة الإصلاح الإسلامية للبنات طرابلس، والسؤال الأول بالأدب والجغرافيا اللبنانية. نبدأ دون. مارس الصحافة من مؤلفاته فلسفة الحياة مذكرات من في؟ من هو؟ شو يا صبايا؟ دايما عم بضيعوا شوي بالمرجع الثاني. صعب ثاني المرجع، ما في كتب. لاحظ الإعلام في أسئلة بنسأل كذا مرة عن زيت القديد. ما في جواب. ما في جواب. بوزنسون. ما في جواب. كمان. الجواب هو يسلح ويك يا صبايا. منتابع مع البوزنسون. والسؤال الثاني بالأدب والجغرافيا اللبنانية. بلدة في قضاء جبيل عثر فيها على نقود رومانية وفضيات بيزنطية وأسماك متحجرة، ما هي؟ ما كان 20 ثانية لجيب. خلص الوقت، شو الجواب؟ ما في جواب. ما في جواب كمان يا روبرتو. صبايا. بعتقد حجولة. برافو يا رنا. علامة لإلكن، وهيك بيكون صار معكم 7 علامات. منتابع معكم والسؤال الثاني بالأدب والجغرافيا اللبناني. أديب لبناني من مؤلفاته وحي الرافدين المآسي سلوى، من هو؟ محمد علي الحماني. صح. صح يا جنى. علامتين لإلكن وصار معكم 9 علامات. السؤال هلأ للبوزنسون، كمان بعدنا بالأدب والجغرافيا اللبناني. من بيت شباب ورد اسمه في القاموس العسكري النمساوي، ساعد اللبنانيين في الحرب العالمية الأولى، من هو؟ إذا ما عرفتوه بتزعل، هاي ضيعتي بيت شباب، هو عم تعرفوه. إذا عرفتوه بيعطيكم 3 علامات. تعرفي مدام إنه كان قايل جيش النمساوي بالحرب الأولى. شو الجواب؟
ما في جواب. ما في جواب. هيئتكم مش محضرين المرجع الثاني. صبايا ميشيل حايك؟ لا، الجنرال ميشيل حداد. فرقت معك شوي يا جماعة. ميشيل حايك مشهور انه ببصر. بدي اقول لك. بس الجنرال كمان بيت شباب ميشيل حايك. منتابع معكم صبايا، والسؤال كمان بالادب والجغرافيا اللبناني. سفير ووزير وشاعر من بعلبك من مؤلفاته التعمير من الاساس، التعليم في خطر، من هو؟ سليم حيدر. برافو يا جنى، سليم حيدر. علمتين لإلكن، صار معكم 11 علمات. منتابع مع البوزانسون، واول سؤال بالمعلومات العامه. ما هو البحر الذي يفصل اليونان عن ايطاليا؟ خلص الوقت، عندكم جواب. بحر المتوسط. بحر الأيوني. برافو. برافو يا فاطمة. علامة لإلكن، صار معكم 12 علامة. منتابع معكم، وأول سؤال بالمعلومات العامة. ما هي المدينة الفرنسية الشهيرة بصناعة البورسلان؟ أشهر مدينة بالعالم بصنع فيها البورسلان هي مدينة فرنسية. صار البورسلان على اسمها. صار البورسلان على اسمها المدينة أكيد. شوية صبايا، خلص الوقت، عندكم جواب؟ لا. بوزانسون، عندكم جواب؟ مارسي. نو، الجواب هو ليمونج. بورسلان دو ليمونج، صار نون بروبر حتى. منتبه مع البوزانسون، والسؤال بعدنا بالمعلومات العامة. على منتخب أي دولة فاز منتخب البرازيل بضربات الترجيح بكأس العالم 1994؟ شو يا روبير؟ إيطاليا. برافو يا روبير، علمتين لإلكن، صار معكم 8 علمات. السؤال هلأ للصبايا. في نهائيات كأس العالم 1986 فازت الأرجنتين على ألمانيا، ما كانت النتيجة؟ يلا يا صبايا. هي مشهورة كثير. 3-2. برافو. برافو يا جنى. علمتين لإلكن، صار معكم 14 علامة. والله الصبايا بحبوا الفوتبول عفيهم. عرفت، برافو. منتبه مع البوزانسون. والسؤال كمان بالمعلومات العامة. من كان زعيم الثورة المكسيكية؟ إذا ما بتعرفوا أكيد حضرين الفيلم تبعه، كذا مرة مرقت فيلم على التلفزيون. مدام ميوريال عرفته بس عم تتحرقص عنكم. عندكم جواب؟ لا. صبايا. لينين؟ نو. بعدت كثير. الجواب هو زاباتا. أكيد مرة على التلفزيون شي 100 مرة فيلم فيفا زاباتا، فيفا زاباتا. منتابع مع صبايا مدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس، والسؤال: ما هي أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان؟ نيجيريا، عدد سكانها 200 مليون نسمة. برافو يا فاطمة. علمتين لإلكن، صار معكم 16 علامة. عفيكي عفيكي، عطيتي معلومة ومعلومة زيادة. لازم يطلع لها علامة. ايه، نيجيريا أكبر عدد من المسلمين موجودين بأفريقيا بدولة نيجيريا، صح. منتبه مع راهبات البوزانسون، والسؤال هلأ بتكنولوجيا. ما هو التطبيق الذي يسمح بالتقاط صور سيلفي ثابتة أو مقاطع فيديو بمدة قصيرة ثم يقوم بتحويلها إلى صورة متحركة؟ أسئلة التكنولوجيا عادة الشباب والصبايا عم بحبوهم كتير. عادة عم يعلموا. بومرانج. لا يا مريم. سناب شات. كمان لا.
الجواب هو فاني ميت. أكيد عرفته. اسمها معها فاني. آخر سؤال لمدرسة الإصلاح الإسلامية بتكنولوجيا. ما هو التطبيق الذي يوفر إمكانية التقاط صور عدة لاختيار أفضل صورة ويسمى بالتقاط صور السيلفي عن بعد من مسافة بين نص متر وخمس أمتار؟ خلص الوقت عندكم جواب. ما في جواب. راتريكا؟ لا. الجواب هو كامي. مع نهاية الفقرة الأولى من التحدي الكبير بذكر بالعلامات. راهبات البوزانسون بي معهم 8 علامات يعني عرفوا جابوا بنسبة 40% مقابل 16 علامة لمدرسة الإصلاح الإسلامية للبنات طرابلس يعني عرفوا جابوا بنسبة 80%. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من التحدي الكبير. مع بداية الفقرة الثانية من التحدي الكبير بذكر بالعلامات. راهبات البوزانسون بي معهم 8 علامات مقابل 16 علامة لمدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس. نبدأ مع مدرسة البوزانسون وأول سؤال بالتحليل الذهني. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 17 72 237 732. معكم نديقة لتعطونا الجواب. تشاركوا مع بعض لتشوفوا إذا الجواب مظبوط معكم. فيكم تعطوا طريقة غير طريقتي. هيك مدام؟ فيهم. بس من البارتي الثاني بتبلش يطلع لهم علامات. يا فاطمة ولا بعد ما تمشتيها هاي هي قطع صعبة لأن كلهم معلقين. خلص الوقت عندكم جواب؟ ايه شو يا ربيع؟ اعطيني الطريقة. يا بلس 1 فوا 4 2932. لا يا ربيع صبايا عندكم جواب؟ ما في جواب. الجواب هو منضيف بسبعة ومنضرب بثلاثة. الجواب هو 2217. منتابع مع مدرسة الإصلاح الإسلامية للبنات طرابلس. والسؤال الأول بالتحليل الذهني. ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 37 160 775 3850. معكم كمان دقيقة لتعطونا الجواب. طولت لهم الأرقام يا أستاذ كمان. إيه أنا مخصمة. مرحلة تانية. خلينا نرجع مثل ما قلنا نصعب لعبة شوي التحليل الذهني. وايد بتوصل على المرحلة الثانية. هونيك الأسئلة بصيروا أصعب بالمرة. لقيتها جنى يمكن بس. شو يا جنى مشي حالك فيها؟ برافو يا جنى. نشوف. شو الجواب؟ الجواب هو 19225. برافو يا جنى. في دو ميثود يلي هن موان 5 فوا 5 وفوا 5 موان 25. برافو يا جنى علامتين لإلكم صار معكم 18 علامة. هنيك اعطيني ميثود. لو كنا بالمرحلة الثالثة كنت طلع عليك علامة. نصمدهم لبعدين. صمدون ايه. منتابع مع راهبات البوزانسون والسؤال الثاني بالتحليل الذهني.
استعمل الأرقام 55 45 35 25 و 15 لتحصل على العدد 2100. معكم دقيقة لتعطوني الجواب. بدك يعرفوا أي خمسة بدو يسكروها مع أي خمسة. هاي مشكلة بس يكونوا خمسات أو صفورة. أستاذ كمال كل الخمسات حطها لكم ياهم. خلص الوقت. في عندكم جواب؟ اوكي. 15 plus 35 equal à 40. 55 plus 25. أمريكا أمريكا رجع 15 plus 35. 35 إيه. إيه. شو؟ سوري إيجال 50. 50 أوكي. 55 plus 25 إيجال 80. أوكي. أوكي. 40 fois 80. سوري 50 fois 80 إيجال 4000. إيه. وصلت. شو يا صبايا؟ عندكم جواب؟ أنا بلشت فيها بس ما لحقت كملها. 55 plus 45 nous donne 100. بس ما كملت ما كملتها. طيب الجواب هو 55 زائد 45 بيعطيني 100، 25 زائد 15 بيعطيني 40، 100 ناقص 40 بيعطيني 60، 60 ضرب 35 بيعطيني 2100. صح. بنتابع مع مدرسة الإصلاح الإسلامية للبنات طرابلس، والسؤال كمان بالتحليل الذهني. استعمل الأرقام 91 81 71 99 و 79 لتحصل على العدد 3240. كمان معكم دقيقة صبايا لتعطونا الجواب. ثانية يا صبايا شاركوا مع بعض لتشوفوا إذا عم تسكروهم مظبوط. خلص الوقت يا صبايا. في جواب؟ لا ما في جواب. ما في جواب. بوزونسون عندكم جواب؟ لا. كمان لا. الجواب هو 99 زائد 91 بيعطيني 190، 79 زائد 71 بيعطيني 150، بنقصهم من بعض بيطلع لي 40، 40 ضرب 81 بيعطيني 3240. منتابع مع راهبات البوزانسون بي، والسؤال هلأ بالتحليل البيئي والعلمي. لماذا تخلف الطائرات أحياناً أذيالاً بخارية؟ خلص الوقت. في جواب ما عندكم؟ لا ما في جواب. ما في جواب. صبايا نتيجة الغازات اللي بيطلعوا منه لما يحترق. ايه شو بيصير؟ مثل السيارة لما يحترق البنزين بقلبها بيطلع دخان، والطيارة نفس الشيء. عندك بتشوف الطيارة طايرة في أزيال بخارية كبيرة. طبعا متعلم مسارة. شايف؟ سؤال انه طلع غاز بعدين كيف كيفك تقشع الأزياء الكاسية شو اسمه؟ الجواب هو
لأن الماء في عادم محركات الطائرات يصبح كثيفاً عندما يلتقي بالهواء البارد، فالخطوط البخارية هي سحب اصطناعية ذات شكل أنبوبي مكونة من قطرات سائلة من بلورات الثلج. لما تكون الطيارة على مرتفع جداً، ساعتها بتصير التمبراتور كتير واطي موان زيرو، بياخد هالمي اللي عم يطلع سو كوندانس، بصير سو فورم دو نوع من فابور كوندانسي دو كولور بلانش. اوكي. بنتابع معكم صبايا، هو السؤال بالتحليل البيئي والعلمي. ما هي برأيك المواد التي تسبب في البحار العدوى البكتيرية الشديدة وازدياد النمو البيولوجي في المياه البحرية وزيادة نمو الطحالب؟ عرفتوا شو الطحالب يعني اللي زالق؟ شو الماتير بتخلي يطلع الألج والنمو البيولوجي بالبحر؟ لزالق أخضر بيطلع بالحشيش. شو نوع الماتير اللي بيطلعون هوا؟ خلص الوقت يا صبايا، عندكم جواب؟ الملح مع الأشدزو. في جواب؟ الجواب هو المواد العضوية. شباب انتم بتعرفوا بيولوجي كلكم، لما الماتير الماتير انتبهوا، الماتير اورجانيك يعني بسموها بالعربي عضويه، هي الماتير اورجانيك اللي بتخلي هالالج يعيش ويطلع الانواع من الحشيش وبتفسد الكائن الاولى. اوكي، بنتابع مع رهبات البوزانسون بي، والسؤال هلا بالتحليل الشعري، ركزوا منيح. استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية. لبنان ما ظمئ الشادي ولا تعب على رباك ولا في أهله غلبا. لبنان أرزك بعد الله أعبده، ما همني رضي الإيمان أم هيني. شباب وصبايا لازم تعرفوها، أكيد تنتهي ب با. اكتبوها على المعنى بيطلع معكم الجواب دغري. اكتبوها للمعنى يا شباب ويا صبايا. ليه وكلمة تنتهي ببا بتكون عكس رضية؟ عشر ثواني. فعل، أكيد فعل. خابة؟ لا. صبايا. نقول رفض. في نعم اعترض كمان. انتبهي بدك تنتهي ببا. رفض ضاد. ايه بس مدبا غضبة. شو عكس رضية؟ غضبة. لو ما بدأت ننتهي با بعتبرك فيها صح، بس بدأ ايه في با. بنتبع معكم صبايا، والسؤال الأول بالتحليل الذهني. استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية. كنت كالأرزة في عزتها، أحمل الشمس عقالا في درايا، وإذا نفسي على غصاتها مأتم حتى إلى القبر. كمان معكم دقيقة لتعطونا الجواب. بدها تنتهي بيا. عرفتوا شو حاسة؟ يعني سرعة. يا خطايا. برافو يا جنى، خطايا. علمتين لإلكن يا جنى، صار معكن 20 علامة. برافو صبايا. منتابع مع راهبات البوزانسون الفريق بي، والسؤال كمان بالتحليل الشعري. أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. العقل واختبار أشبع حكمة، القلب واملئي وحنانا رحمة. معكم دقيقة لتعيدوا ترتيب هذا البيت. العقل واختبار
أشبعي حكمة، القلب واملئي وحنانا رحمة. شو يا روبير هاتك عرفت؟ يلا شباب هيدي مثلا الشعر الكروي رشيد سليم الخوري. شو يا مريم قوي قلبي يا يا اشبع العقل حكمه واختبارا واملا القلب رحمه وحنانا. برافو يا برافو يا مريم. علمتين لكم وصار معكم 10 علمات. يلا تحركتوا برافو. السؤال هلا لمدرسه الاصلاح الاسلاميه للبنات طرابلس، كمان بعدنا بالتحليل الشعري. اعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثره كلماته. يدور رايت مختلفا الدهر حزن سرور ولا فلا يدوم. هذا البيت للامام علي. لازم تعرفوا صبايا. جانا عرفته من اشهر حكام الإمام علي. شو يا جانا؟ رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور. برافو يا جانا. مش مزبوط يا جانا هيك في شيء بضل بالدنيا لا الضحكة بتضل ولا الحزن بضل كله بيروح. مع نهاية الفقرة الثانية من التحدي الكبير بذكر بالعلمات. راهبات البوزانسون الفريق بي معهم 10 علمات يعني عرفوا جاوبوا بنسبة 33% مقابل 22 علامة لمدرسة الإصلاح الإسلامية للبنات طرابلس يعني عرفوا جاوبوا بنسبة 73%. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثالثة والأخيرة من التحدي الكبير. بداية الفقرة الثالثة من التحدي الكبير بذكر بالعلمات. راهبات البوزانسون فريق بي معهم 10 علمات مقابل 22 علمة لمدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس. قبل ما نبدأ هالفقرة بحب ذكر جميع المشاهدين أنه صار فيهم يتابعوا جميع أخبارنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وهي التحدي الكبير. مدرسة البوزانسون رح نتابع معكم. وأول سؤال هلأ بالتحليل الزجلي، عادة عم بيكون أهيا من التحليل الشعري. استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. دقت على صدري وقالت لي افتحوا تشوف قلبي كان بعده مطرحه وانصح ظني وشفت له عندك رفاق بسترجعه وما بعود خليك. بدها تنتهي اكيد بقو ايه بيحو هو لا هو هيدي لشاعر من المتن الشمال عبد الله غانم بس كلمة حلله قالت له اذا شفت له عندك رفاق لازم يخلص بحو بحو بسترجعه ما بخليك لقلبها شو ما بدها تخليه تاخذه يلا يا روبرتو تربحوا لا مبعوض بخليك شو يا صبايا تفتحوا كمان مبعوض خليك تلمحوا خليك تشوف قلبي تلمحوا ولا تفتح ما رح تزعل وتفن تربحوا لا تلمحوا شوفوا منتابع مع صبايا ومدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس. والسؤال هلا بالتحليل الزجلي كمان. استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. لو كنت صاحب مركز بصف الملوك وعندك تواضع مش كتيرة إن ألهوك لكن مرسمل بس بكلمة أنا وعدبين كيف الناس ما رجعنا عرفتها بيلمحوك لا يا جماعة سرعتي وعتبين كيف الناس ما حبوا لا بحبوك لا بقدروك بقدروك خلص
خالد بحبك. قالت لا. منتابع مع راهبات البوزانسون بي، والسؤال الثاني بتحليل الزجل. أعد ترتيب هذا البيت من الزجل المبعثرة كلماته. كيتي بكي إن الكون أجلك من. تحقتي المملكة إن عرش نهز. معكم دقيقة شباب صبايا لتعطونا الجواب. بهالوقت بحب ذكر جميع المشاهدين والمشتركين معنا عن الهدية اللي رح يربحوها معنا أول ثلاث فرق لهالسنة، وهي منح جامعية تقدمت Overseas Educational Agency لصاحبة السيد بلال دنيئة، بالإضافة طبعاً لجوائز المالية النقدية تقدمت تلفزيون لبنان. وهالسنة حبت ناديا ترافل تقدم رحلة لمدة جمعة للشباب وللصبايا على فرنا. شو يا روبير؟ خلص الوقت. إن بكيت الكون من أجلك بكى، إنت حكت نهز نهز عرش المملكة. برافو يا مريم، علمتين لإلكم. إيه يا مريم، هاي إيه للشاعر رشيد نخل أمير الزجل. بعدين شو بيقول؟ تحكت نهز عرش المملكة، وكل شيء ربنا خلق لطف وجمال، عطى الكون إيراد والبقوي لكي. يا سلام. بالأول كان قال الباقي لكي. بيقوم أحد المشايخ الأجلاء من الموحدين بيقول له ليس بباق إلا الله. قد ما شاطر رشيد نخل قال له بنبعد نبدل كلمة باقي ببقوي. وما انكسر البيت. وما زعلوا للشيخ. أوكي. منتابع مع مدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس، والسؤال كمان بالتحليل الزجل. أعد ترتيب هذا البيت من الزجل المبعثرة كلماته. ضعف لا عبقري شاعر تستغلي نبي وإلا انحنى هيدا لحبك ما نبي وإلا انحنى هيدا لحبك ما. الوقت ينتهي يا صبايا، 10 ثواني. شو يا صبايا؟ لا تستغلي ضعف شاعر عبقري ومنحنى هيدا لحبك لا. لا بلشتي صح يا جنى بس كفيتي غلط. شو يا مريم؟ بوزانسون عندكم جواب؟ لا تستغلي ضعف شاعر عبقري وإلا منحنى هيدا لحبك. كفيت كمان لا. ما فيها كله يا لا. جواب هو لا تستغلي ضعف شاعر عبقري هيدا نبي وإلا لحبك منحنى. منتابع مع راهبات البوزانسون بي، والسؤال الأول بأحداث 2015-2016. من هو رئيس الدولة الذي اختارته مجلة فوربس كأقوى شخصية في العالم للعام الثاني 2015؟ معكم 20 سنة لتعطونا الجواب. شو يا روبير؟ خلص الجواب، خلص الوقت، عندك الجواب يا روبير؟ يلا قولوا. بوتين. برافو يا روبير. روبير عم بيقولوا محتار. صار معكم علمتين زيادة وصار معكم 14 علامة. السؤال هلا لمدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس.
من هو حارس مرمى المنتخب الإيطالي عام 2016؟ بوفون. برافو برافو يا جانا بوفون. علامتين لإلكم، صار معكم 24 علامة. منتابع مع راهبات البوزنسون الفريق بي، والسؤال الثاني بأحداث 2015-2016، من كان مدرب منتخب إيطاليا في كأس أوروبا 2016؟ شو يا روبير؟ أنطونيو كونتي. صح صح يا روبير، علامتين لإلكم، صار معكم 16 علامة. منتابع مع الصبايا، والسؤال الثاني بأحداث 2015-2016، ما هو الفيلم الأمريكي 2016 الذي جمع جوليا روبرتس إلى كريستين دانست إلى جوليا ستايلز؟ ما في جواب. بوزانسون. إيت فري لوف. لا. الجواب هو موناليزا سمايل. مين؟ منتابع معكم راهبات البوزانسون بي، وآخر سؤال بأحداث 2015-2016. من هي الممثلة الأمريكية التي لعبت البطولة في فيلم جبل بروكباك المنتج عام 2016؟ يا روبير عندكم جواب؟ خلص الوقت، عندكم جواب؟ أنجلينا جولي؟ لا لا يا مريم، ما في جواب. الجواب هو ميشيل ويليامز. منتابع مع الصبايا، وآخر سؤال بأحداث 2015-2016، في أي عاصمة أوروبية وقع هجوم بالسكين تسبب بمقتل امرأة أوائل آب 2016؟ يلا صبايا يلا يا فاطمة. لندن. برافو يا فاطمة، علامتين لكم يا فاطمة، وصار معكم 26 علامة. بنهاية الفقرة الثالثة من التحدي الكبير، ذكر بالعلامات، راهبات البوزنسون فريق بي معهم 16 علامة، يعني عرفوا جابوا بنسبة 40%، مقابل 26 علامة لمدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس، يعني عرفوا جابوا بنسبة 65%. فريق مدرسة الإصلاح الإسلامية طرابلس كان حصل بالحلقة الأولى على 31 علامة، أما بهالحلقة حصلوا على 26 علامة، وصار المجموع تبعهم 57 علامة. أما فريق البوزنسون فريق بي فحصل بالحلقة السابقة على 13 علامة، واليوم حصلوا على 16 علامة، وهيك بصير مجموعهم 29 علامة. وهيك صار عنا لهلأ مجموع علامات 6 فرق، بانتظار بقية الحلقات تنعرف كل فريق شو جمع علامات. بالختام بقلكم تصبحوا على ألف خير، ملتقانا بيتجدد بحلقة جديدة من التحدي الكبير.